لو الحكاية فيها إن فيتو ابتدينا بالظبط التربية والتعليم، لأن الأطفال هم أهم حاجة بالنسبة لنا وهم مستقبل مصر، لكن إحنا كمان هنشتغل مع سواقين المال والميكروباص. والشغل الأساسي مع أعضاء الداخلية، لأن إحنا بنبقى موجودين بالتحاليل وكشفات المخدرات في كمان مواصفات للعينه السليمه. طبعا وفي حد لازم يكون موجود. حد موجود معاه فعلا هو بيشوف العينه. طبعا ما ينفعش يجيبها لوحده ويجي عينه انا جايبها. بكلم كل لجنه ضابط من الاداره العامه لمكافحه المخدرات، ضابط من الاداره العامه للمرور، دكتور من وزاره الصحه. حضرتك يا باشمهندس خد يا مين؟ فين معانا كرة فاتن؟ هات لك يا باشا عشان الدكتورة جاية. بعد اذنك يا باشا عشان الدكتورة جاية. يا باشا يا باشا الدكتورة جاية.